ماذا قالوا عن الآخرين؟ تولستوي: عيش من أجل الآخرين، فحطمت حياتي كلها نهائياً. إنني منذ أن بدأت أعيش من أجل نفسي شعرت على العكس بأعظم قسط من الراحة والهدوء. روبن ويليامز في لقاء: أعتقد أن الإنسان الحزين يبذل كل ما في وسعه لإسعاد الآخرين، لأنه يدرك تماما معنى أن يشعر المرء بعدم أهميته، فلا يرغب أن يعيش أحد هذا الشعور. غورغي في مولد إنسان: إن البشر الآخرين يحبون من دونك وسيحيون من دونك. فرانس كافكا في اليوميات: في علاقتي مع الآخرين جزء طفيف مني يتوسل المواصلة، جزء هائل مني يرغب في الهروب. علي سليمان في تفاحة آدم: من أكثر القضايا المأساوية في العلاقات هو التنازل، لكون هناك طرف يتنازل عن معظم حقوقه من أجل الحفاظ على طرف سوف يخذله في نهاية المطاف. أما دوستويفسكي فكتب في المستوش: إنني من جهتي أسير في طريقي هادئا مسالما، أظل في ركني، لا أريد أن أعرف شيئا عن الآخرين، أحب أن أكون بريئا كل البراءة، لا أحفل بعدوي، لست بمن يدبر المكائد والمؤامرات، وأنا فخور بذلك. كتب تشيخوف في رواية شيطان الغابة: لقد علمني الشقاء أن علينا أن ننسى سعادتنا ولا نفكر إلا في سعادة الآخرين.